بس تعالوا الاول ناخد نجم النادي الاهلي لكره اليد الكابتن اسلام حسن من النيجر. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور ومليون مبروك الفوز النهارده. الف شكر ليك. طبعا الف شكر، الحمد لله رب العالمين على الفوز. اكيد طبعا الفوز غالي جدا ورائع جدا، ومش قادر اكلمك على احداث المباراه ولا امور فنيه، عايز اسمعها منك عشان انت اكيد فاهم وعارف ان احنا كلنا ما اتفرجناش على المباراه للاسف. الحمد لله رب العالمين. طبعا مباراه صعبه لفريق قوي جدا في نادي الزمالك، يعتبر التشكيل الاساسي لمنتخب مصر، فالمباراه اكيد صعبه جدا، واحنا الفريق بتاعنا فريق يعتبر اعمار صغيره جدا، فريق لسه بيتكون، ف وفي ظروف زي دي وفي ضغط عصبي كبير زي ده، ان هي بطوله السوبر مباراه واحده وهي المؤهله لكاس العالم للانديه، فاكيد المباراه كانت صعبه جدا، والحمد لله رب العالمين الفريق اللي كان موفق اكتر والاخطا اقل هو ده اللي كسب الحمد لله. بس النهارده لما كانت بتجينا النتيجه بتاعت المباراه، وانا حتى كنت بتكلم مع الساده المشاهدين اللي احنا ما شفناهاش فمش قادرين نقيم اللي حصل، بس النتيجه كانت بتقول ان الزمالك كان راكب النتيجه معظم فترات المباراه، وقدر النادي الاهلي في الفتره الاخيره انه يحسم الامور تماما. انت حسيت في اي لحظه من اللحظات ان المباراه بتهرب؟ بص، هو طبيعي كل مباراه الاهلي والزمالك تبقى كده، شويه الاهلي فوق شويه الزمالك فوق، وفي الاخر اللي بيركز اكتر او اللي بيعرف ينهي المباراه بشكل احسن هو اللي بيفوز، لان احنا تقريبا ثلاث ارباع المباريات اللي فاتت اللي احنا خسرنا فيها احنا كنا ليد اكتر للجيم، ولغايه اخر دقيقه ممكن او اخر دقيقتين، وفي الاخر الزمالك كان بيفوز المباراه، فالموضوع مش مقياس خالص بالنسبه لكره اليد ان مين اللي فايز في وسط المباراه، هو الموضوع كله ان مين هيعرف ان هو يقلل اخطاء، بالذات في المباريات الكبيره دي الفرق الكبيره بتعرف تستغل جدا اخطاء الفريق الثاني، فالحمد لله احنا اتكلمنا على كده ان احنا نحاول النهارده ان احنا ما نخطاش كتير، نحاول ان احنا الموضوع يبقى ممكن انت تشوط تضيعها لكن ما تخطاش خطا فني، فده اللي احنا قدرنا نعمله النهارده، والحمد لله ربنا وفقنا في كده، والحمد لله ربنا كرمنا بالمباراه. يعني دايما الكلام على السوشيال ميديا انت فاهم، اهلي وزمالك، واصله في خلافات بين لعيبه الاهلي والزمالك في النيجر وفي مشاكل، بس اللي كان بيجي لنا من كواليس حقيقيه انه العلاقه بينكم علاقه رائعه وجيده، فحضرتك لو هتثبت لنا ده او تاكد لنا دوت كمان دلوقتي عشان الناس كمان وهي سمعت تعرف. لا 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 مستحيل، يعني بص انت مهما تشوف في السوشيال ميديا انت ما تعرفش، انا اعز اخ ليا وصاحبي جدا، يعني اكتر من صاحبي اخويا جدا كريم هنداوي، الموضوع لا احنا في الهند بقول الموضوع اكبر من كده بكتير، ما فيش اي خلافات خالص بين اللعيبه، بالعكس اللعيبه كلها بتحب بعض جدا، اللعيبه كلها في بيوت بعض، الاسرنا اصحاب بعض جدا، فالموضوع لا لا خالص ما فيش الكلام ده خالص ما بيننا، احنا في الاول والاخر دي رياضه، العلاقات الانسانيه هي اللي بتبقى الرياضه، مكسب وخساره ومش هتبقى للاخر، فاكيد لا الموضوع كله في بيبقى بالنسبه لنا مجرد رياضه فقط لا غير. يعني الناس اللي بتحب تتفرج على الكوره، بتحب الاهلي عامه يعني وبتتفرج على كوره، شايفين انجازات الاهلي دايما في كاس العالم للانديه لكره القدم، انت شايف فريق كرة اليد يقدر يعمل ايه في كأس العالم للأندية إن شاء الله؟ بص ده دي يعني حاجة سبحان الله مولودة جوه النادي الأهلي، أنت عمرك ما بتروح بطولة تبقى عاوز تبقى مجرد عارف اللي هو أنت ضيف شرف وخلاص يعني، لا أنت رايح تنافس في أي بطولة عالمية، أنت هتروح تنافس أنت صاحب الرقم القياسي المصري والأفريقي إن أنت واخد فضية المونديال ده، فان شاء الله اكيد انت نفسك ان انت توصل المباراه النهائيه، ودي حاجه شرف لكل مصري وكل اهلاوي، فان شاء الله احنا بص انا مش عاوز اسبق الاحداث لان احنا عندنا لسه بطوله هتبدا بعد بكره ان شاء الله، عاوزين نركز فيها جدا ان شاء الله نقدر نفوز بيها، وبعد كده نركز في كاس العالم للانديه، وان شاء الله نقدر نشرف مصر كلها فيه، وان احنا نقدر ناخد ميداليه وربنا يكرمنا ان شاء الله. عظيم جدا كابتن اسلام حسن لاعب فريق كره اليد بالنادي الاهلي، انا بشكرك شكرا جزيلا ومليون مبروك الفوز اليوم بكأس السوبر الأفريقي أمام نادي الزمالك والوصول لكأس العالم للأندية.